بسم الله. ايه الحاجة التانية اللي انا ممكن اظبطها في التمبريت؟ ممكن نظبط مثلا، خلينا نظبط الروم والاريا. تمام، بظبط ازاي البرنامج بيحسب الاريا والفوليوم. هل هو يحسب الاريا بس ولا يحسب الاريا والفوليوم؟ يعني خلينا نرسم مثلا وول بالشكل دوت دوت، واقول له اعمل لي هنا روم. لما اجي بعدد الروم ده بيعمل ايه؟ قال لي حسب لي الاريا اوتوماتيك، بس جه عند الفوليوم وما رضيش يحسبها. طب اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ اجي هنا في الروم والاريا واقول له احسب لي الاريا الفوليوم. تمام، اوكي. لما اجي اعمل سيلكت الاقي ان هو اوتوماتيك حسب لي الفوليوم. تمام، طيب هل هو انا بحسب منين؟ هو انا بحسب من اول حيطه. طب لو انا عايز احسب من نص الحيطه يبقى لازم اجي هنا. دي بقى الاختيارات اللي عندي. هل انت عايز تحسب من الول فينيش ولا من الول سنتر ولا من الكور؟ بتشوف ايه الانسب ليك وتروح مختار. بص هنا بدأ يحسب من نص الحيطة. ايه الحاجة اللي انت ممكن تظبطها برضو؟ لو انا كل شغلي نتورك، تمام، يعني كل الشغل بتاعي كذا واحد شغال عليه، فعايز اظبط يبقى فيه ورك ست. تمام، يبقى انا سايف الموديل بتاعي، سايفه ان هو شغال بالورك ست. تمام، فاقول له افتح لي الورك ست من الزرار اللي هنا. بيقول لي كل الحاجات الليفل والجريد هحطهم على لاير اسمها شيرد ليفل اند جريد، انما بقيه الحاجات كلها هحطها على ورك ست 1. مش هحط الحيطان لوحديها والشبك لوحديها، لا كله على ورك ست 1 وانت بقسم بعد كده. فاقول له اوكي. انا كده اصلا ما عنديش حاجه لغايه دلوقتي في الموديل، لان ده تمبليت. تمبليت ما برسمش فيه، مجرد بس بظبط الاعدادات اللي انا ممكن احتاجها. تمام، ببدا اشوف هل انا السيستم بتاعي المشاريع بتاعتي صغيره، بقدر مثلا اقول للارتكشر كله لوحده مع بعض والالكتريكال مع بعض، ولا تبقى حاجه كبيره سنه صغيره فهقسمهم حسب الادوار، هقسمهم حسب الابواب والحيطان، احط كل واحد فيهم على ورك ست مختلفه. اقول له نيو واقول له مثلا خلي لي الوول لوحده، خلي لي الدور لوحده. تمام، بحيث ان اللي يجي يشتغل ما يبداش ينظم، لا هتلاقي كلهم مظبطين. ممكن اقول له مثلا الفاميلي دول لفلان مع فلان، اشوف بقى مين اللي هيمسك الفاميلي ديت. البروجكت ستاندرد، تمام، دي الحاجات دي مش عايز اي حد يمسكها، انا همسكها انا. تمام، لان دي لما حد بيمسكها ممكن يبوظ حاجه بدون قصد، يعني يعدل في حاجه غير اللي احنا متعودين عليها. دي حاجات ستاندرد موجوده مش عايز حد يلعب فيها. تمام، عايز اي حد يعدل يبعت لي طلب ريكويست وانا اعدل. طيب بعد ما بعمل كده بقول له ايه، فايل سيف از، مش تقدر تسيفها تمبليت، فسيفها بروجكت، ولما تيجي تشتغل تبقى تاخده كوبي. تمام، دي من ضمن الطرق اللي احنا يعني بتحاول نوفر على نفس الوقت اللي انت بتعمله في ان انت تعمل ورك ست، لو انت واثق ان الورك ست دي بتتكرر في المشاريع.